أستاذة ابتسام بتسأل عن صلاة الضحى، إنها أربع، بتقول هي بتصليها أربعة أربعة، فهل داخل الأربع ركعات ممكن إنها تقول في تشهد، ولا هو تشهد واحد في نهاية الأربع ركعات؟ إحنا قلنا قبل كده صلاة الضحى من السنن الحسنة واللي فضلها معلوم وذكرنا بيه قبل كده، وأقلها ركعتين، ولو حضرتك هتصلي أربع ركعات بتصليهم زي ما بتصلي الظهر تماما، يعني أنا بتشهد في الوسط.